أشهد المنكر، أشهد الشوهة، أشهد الفضيحة، أشهد الظلم اللي كنشوفه في المغرب. ملي ولا الأب يحارب ولادو باقا صغار، وملي ولاو البنات يخرجوا يضربوا في الأم ديالهم وينعتوها بالكلبة، وعقوق الوالدين ولقاو الناس يصفقوا لهم ويطبلوا لهم ويشجعوهم. أشهد الشي. السلام عليكم بعد المشاهدين، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، نتمنى الناس تعز عليكم يا ربي. كنتمنى تعطيونا اللايكات ديالكم والتعاليق والبارتاج فضلا وليس أمرا. وغندوزو للموضوع، واخا هادشي راه ولا كيدور في الخاطر وكيطلع في الراس وكيمرض، ما بقيناش حاملين نهضروا على بحال هاد المواضيع. غنهضر في هاد الفيديو على سميرة اخت ديال سعاد، والعاقه رويدة السيل، والخرجات ديالها ديال اليوم، والفضيحه اللي كدير. غنبدا بسميرة مربوحه. كما كتعرفوا كاملين، سميرة مربوحه العيشه اللي كانت عاشتها مع داك المخسور، الفيديوهات ديالها تبارطاجاها، وكيف كانت مسكينه كتعاني، القناه ديالها اللي سرق ليها. زائد ملي كنلقاو الشيخ اللي هو بوات المخسور، وموت المخسور داعين سميره، داعين موت الحفيد ديالهم، داعين ما غادي يصيفطوها للحبس، قالك حق التشهير. والاب ديالو راجل كبير كيشهد شهادة الزور على ان ولدو خدام معاه، وكيتيري حق 2000 درهم في الشهر وما عندوش، وفقير. موقفوش هنا، مشاو بعيد دابا دايرين شكايه بسعاد. سعاد المراه المكافحه اللي خدمت على ولادو 4 ديال الوليدات، راه ما ساهلاش باش مرا يكون عندها 4 ديال الوليدات ومطلقه، وعارف المعيشه غلات، كلشي غالي، ما يعرف من المدرسه لا في الطبيب لا ماكله لا حتى شي حاجه. وتنوض انت توكل 4 المحامون ولا 5، دابا راه وصلتي ل5 ديال المحامون، باش تحارب الام ديال وليداتك تصيفطها للحبس. دابا شنو غادي تربح لا صيفطتي مثلا دابا سميره للحبس؟ واخا ما ديرهاش تمشي للحبس، صيفطتي موت ولادك للحبس، واش عارف العذاب اللي غتسبب فيه دوك الوليدات؟ واش عارف التشرد اللي غيعيشوا دوك الوليدات؟ واش عارف المعاناه اللي غتسبب لدوك الوليدات، والازمات النفسيه اللي غتسبب لدوك الوليدات اللي باغا تصيفطهم، اللي كتحارب من اجل لقمه العيش، اللي خدامه خدمه راجل ومراه باش مكبره ولادك، تنوض تحارب هي الديوتيه الشماته باش تصيفطها للحبس حقا مستغله ولادي. واش بغيتيها تمشي تفسد؟ تمشي تفسد وتجيب دوك الوليدات وكلهم الحرام؟ اشنو غدير سعاد سميره الا ما دارتش روتينات مع وليداتها؟ اشنو بغيتيها دير؟ تخرج تولى عاهره؟ بالعكس، خاصها نشجعوها تخدم على خدامه على وليداتها بالحلال ماشي بالحرام. تنوض انت تحارب موت ولادك باش تصيفطها للحبس حقا تشهير مستغله وليداتي، وباغي قالك التعويضات الماديه، مع العلم ان مرا لاباس عليهم الاراضي وما خاصوش حتى شي خير واماراتيه، وراكم عارفين السيد قالك باغي التعويضات، تعوض عطيه فلوس عطيه النفقه، راه هي اللي كانت مزوجه، هي كانت يا سمير هو وقيلا يونسى. تعويضات، اش هاد الرجال ديال اخر الزمان؟ فين هو الاحساس ديال الابوه؟ كنعرف انا ولادك عزاز عليك، غتخلص من المدرسه المصروف ديالهم النفقه ديالهم، علاش دابا انت كتوكل المحامين باش ما تخلصش هذيك النفقه لوليداتك، وتخرجوا بالفيديوهات انت وامك وباك وتجلسوا حق وليداتنا وتوحشتناهم وبغينا نتواصلوا معاهم؟ تواصل معاهم غير هكاك، ما تخلص نفقه ما تخلص عليهم المعيشه ديالهم حق نتواصل معاهم، توحشتهم بالفم. ولادك واقيلا ساكن في النرويج وانت ساكن في الدنمارك ولا فين ساكن، تخرج تقول لي توحشت وليداتي والعكوشه زعما حديد دانا حديد دانا وحديد دان باش يديروا لي عقل ويقول لي وليداتك وخلص عليهم؟ لا، شاهد في الام باغي يصيفطوا للحبس ويتهناو وعدم يرتاحوا. سيد كيتهرب كيتهرب يتهرب يتهرب من النفقه، ما باغيش يحط لولادو اللي مشروطن عليه، اللي هو الاب خاصو يكون هو المسؤول على ولادو، لا من المصروف لا من عارف متطلبات الحياه دابا كلشي غالي، وربعه ديال الوليدات راه ما ساهلاش. شوفوا التصاور كيفاش كانوا كيبانوا مع الاب ديالهم، ملي كانوا مع الاب ديالهم كانوا يبانوا مبهدلين، شوفوا دابا مع سميره كي كيبانوا، شوفوا دابا كيفاش كيبانوا، تحسنت الوضعيه ديالها وعايشه بخير، هي ما قالت لك حتى شي حاجه، خلص غير النفقه ديال ولادك، توكل صاحبي 5 ديال المحامون ضد، واش عندكم النفس ديال الرجوله؟ ما فيكمش الجرام ديال الرجوله، ما فيكمش، ولاو غد ديوتيين وغشميت اللحيه، راه ما بقاش في اللحيه تقول انا راجل، الرجل راه مواقف وشهامه، هذا هو اللي راجل، ينفق على مراته
وعلى دارو يكون مرضي والديه. هذا هو الراجل، ما جاتش بالراجل اللي كيحقر الوليات. اللي كيحقر الوليات راه هو براسو وليه، واللي كيحقر المرأة راه مرأة، حيت ما كتحارب المرأة غير المرأة، المرأة اللي كتحارب المرأة. اذا انت ملي كتحقر على المرأة تاكل على هادي، راه كتسمى تنتك وليه، محسوب على العيالات، واللي كيتسنى العيالات يخدموا عليه راه تا هو وليه. حكرة بزاف، تحقروا بزاف، مفهمتش. نجرجروا شحال مجرجر، الله يرزقها والله يعاونها. نعرفك راجل وكاين سيدي ومولاي، ولا لا خاصك تجرجرها وتبهدلها، لانها موت ولادك وخدامه عليهم. سعاد سميرة راه خاصك تبوس ليها رجلين رجلين، تبوسهم ليها، لان حافظت لك على وليداتك وما تشردوش. باغي تشردهم، باغي تحرمهم من الام ديالهم، الام ديالهم باغي تحرمهم. حتى ديوتي حتى شماتها، والله الا شماتها زيدك على المفرقع. تلاقيتو جوج ديال الديوتيين، جوج ديال الديوتيين تلاقيتو. دابا غندوز للموضوع ديال العاقه المسخوطه. مسخوطه خرج المفرقع جلس حدا السريعه، قال لك حقا راه ازمه، وحقا راه واحد الحاله نفسيه ربي اللي عالم بها، وراه السيده تازمت. البارح حنا شفناها هز يوز في التيك توك، ما كاين عا هز يوز السيده كتشطح. اليوم خارجه ما على بلاش، ضاربه لك واحد تعكيره حتى لهنا، ومقاده لك الحاله بحال الطعريجه، وقالت لك خارجه ناكل السوشي ولا ما عرفت اللحم واش كتاكل تما في المطعم، وما على بالهاش. والعنوان اللي دايره مستفز، شوفوا حالتي ولا ما نعرف، المهم شي حاجه، راني حزينه زعما، حزينه ومكتئبه. يا سيده ما مسوقاش، سخط عليك الام ديالك ماشي مشكل، امك تبكي ماشي مشكل. مات عندهم الاحساس، ويخرجوا الكلاب المنافقين يقول لك لا ما تحاربوش البنت، راه قاصر، لا البنت بريئه. هذه البراءه، هذه العاقه المسخوطه، عاقه مسخوطه من درجه بغل، بغلو احسن من البغلو مرضي والديه. مسخوطه خارجه السيده وتضحك مع صاحبتها وناشطه، وما كاينش في هذا العالم تفرق انت ولا ضحكي انت ولا سخطي عليا امي. وقال لكم السخط ما بقاش عندهم السخط، مساله عاديه، مساله الشرف. قالت لك هي ما كيهمنيش انا الشرف، الشرف ما كاينش، ما كيهمهاش رضا الوالدين، ما كتهمهاش البنت لا تغتصبات انها مشات بالاراده ديالها. قالت خاص المغتصبين، خاص البنت لا تغتصبات واخا قاصر تعاقب حتى هي. ايوا راهم كيروجوا المغالطات عندنا في المجتمع الاسلامي، كيروجوا انك تكون ديوتي عادي، تكون عاقل الام ديالك مساله عاديه. المهم كاين الفلوس وكاين الماده، صيفط بنتك تغتصب وخرج كتصلي على النبي وكتزغرت، عادي مساله عاديه. هادشي اللي كيروجوا ليه هاد الناس، كيشوهوا البلاد ديالنا بطريقه مباشره كما بغاو. الناس ملي غيتفرجوا فينا يقولك او لي ماروكان بحال هكا، واش الاسر المغربيه بحال هكا، واش كاين حنا اللي نعرفوا الراجل المغربي، المغربي القح كيصرف على دارو، مراتو ما كيخليهاش تبان في اليوتيوب، مراتو كيخلي لبنت في اليوتيوب كتبان، وقليل اللي كيبغي مراتو تبان في اليوتيوب، ويصونها ويصرف عليها ويكون بها. هذا هو اللي راجل ما قالتش لا على رجله ما تزوجش، ماشي عولدو بلازو في الاخر، صيفط المراه تاخذ المسؤوليه، المراه هي تخدم عليهم، المراه توكلهم، اللي كيتكل على المراه، المراه